حكايه كجموله في المدينه اكملت كجموله دراستها في مدرسه القريه وقررت ان تتابعها في المدينه قال لها والدها ناصحا المدينه يا كجموله ليست كالقريه المدينه فيها شوارع وسيارات ومنازل وعمارات وحدائق ومنتزهات ومعامل ومستشفيات واسواق عصريه ومطاعم وملاعب استمتعي بالحياه هناك ولكن في اوقات الفراغ فقط قالت الام لزوجها واين ستسكن ابنتنا يا محمد اجاب الاب والله لا ادري ربما في دار الطالبه اجابته زوجته لما لا تسكن مع عمتها ايطو صاح الاب فكره رائعه استقرت كجموله عند عمتها ايطو وصار لها في المدرسه اصدقاء جدد ترافقهم الى المدرسه في الحافله ويلتقون في بيت عمتها او في بيت احدهم ليراجعوا دروسهم صارت كجمولة محبوبة لدى الجميع بفضل خلقها الرفيع واجتهادها في الدراسة وإتقانها التمثيل والرياضة. لم تنس كجمولة أصدقائها من أهل البادية. كانت تهاتفهم وتطلب منهم الاجتهاد وعدم نسيان قريتهم.